فقال أنس: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 في بعض الروايات وهي شاذة 40، هذه شاذة، الثابت المؤكد من حديث أنس في الصحيحين وفي مسند أحمد وغيرهم كما قلت كثير كثير، قوة 30. انتبهوا بالتأمل، طبعا لا يضير الرسول لا من قريب ولا من بعيد، لا في قليل ولا كثير أن يؤتى قوة 30 ما دام يحسن فرجه بالحلال ويحسن أهله، لا يضيره. كل رجل يتمنى أن تضاعف قوته على أن يضعها في الحلال. وفي حديث أبي ذر: أيها الإخوة، الذي يأتي أهله له صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ هذه فلسفة الإسلام بحمد الله. أذكركم بما نقلت مرة عن أبي الوجودية الروحية أو المؤمنة الدنماركي سورين كيركيجو الذي قال: إن الكنيسة المسيحية جعلت الجنس مشكلة حين نظرت إليه نظرة إشكالية، نظرة غير صحيحة، أصبح الجنس مشكلة في حياتهم وانتهى إلى إشاعية وإلى إباحية جنسية والعياذ بالله. الحمد لله إلى اليوم إذا أردنا أن نحتكم إلى مقياس السيد المسيح صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من ثمارهم تعرفونهم، فانظروا بالإحصائيات ليس بالتمني ولا بالتشهي إلى أطهر الفروج في العالم، فروج النساء والرجال في العالم الإسلامي، هكذا تذكر المصادر الطبية المعتمدة، أطهر المناطق فروجا في العالم، بمعنى أقل انتشار وذيوع وسريان للأمراض السارية المعروفة الأمراض الجزية في العالم الإسلامي وبين المسلمين ذكورهم وإناثهم. كلما أمعنا في تقليدهم وكلما تركنا ديننا وتدينا بأخلاقهم ازدادت عنا هذه النسب للأسف الشديد، فمن ثمارهم تعرفونهم، هذه ثمارنا. محمد أيها الإخوة لم يربي جيلا داعرا ولا جيلا مهوسا إنجاز التعبير بالجنس، بالعكس ربى جيلا عفيفا، جيلا راكعا ساجدا أواها منيبا، جيلا أيها الإخوة يعرف الحياء والاستحياء معنى لم يعرف في أمة أخرى. أبو بكر الصديق يقول: ما لمست ذاكم العضو يعني بيده مذ أسلمت. عثمان بن عفان يقول: والله ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست كرمكم الله ذكري مذ بايعت رسول الله. عفة عجيبة جدا جدا. ما مسسته بيمينه طبعا، ما مسسته مس يمس ومسست، ما مسست ذكري بيميني. ومثله عمران بن الحصين: ما مسست ذكري بيميني مذ بايعت بها رسول الله. جيل عفيف، جيل راقي ليس مهوسا بالجنس، قضى حياته في الجهاد والاستشهاد والقرآن والعبادة والمدارسة في رمضان، وقد تصرم أيها الإخوة من قريب كانوا يصلون صلاة الليل يعتمدون على العصي لأنهم يصلون الليل بطوله حتى يخافوا أن يفوتهم أحيانا الفلاح السحور طيلة الليل، كانوا قائمين ليسوا مهوسين بالجنس. الرسول لو كان مهوسا بالجنس كما يزعم هذا المشلوح أيها الإخوة على الأقل هيئ لنفسه ولأزواجه ما يعين على ذلك. أين الهوس بجنس في رجل يقضي نهاره صائما؟ انتبهوا، صائما، فإن لم يكن صائما قضاه جائعا، يربط الحجر والحجرين والثلاثة الأحجار على بطنه من الجوع، يطوي أياما دون أن يمس ذواقه صلى الله عليه وسلم، أين الهوس؟ وقد كان المال يجري تحت يديه أنهارا، لو شاء أن يتأثله لصار أغنى الملوك، لصار أغنى الناس، ولاتخذ حريما حقيقيا كحريم البيزنطيين، فالحريم عند بيزنطة كان معروفا قبل حريم العباسيين، لاتخذ حريما كحريم أباطرة بيزنطة وأمرائها، لكنه لم يفعل حتى ائتمرت به نساؤه في السنة السابعة من الهجرة واجتمعن عليه يطالبنه بالنفقة، مسغبة، جوع، خصاصة، بيوت واطئة أيها الإخوة من لبن من طين، أرض حصير وتراب،
لا سجاد ولا أرائك ولا طنافس ولا مياثر، حصير وتراب مطربة. فهددهن الله وتوعدهن بالتسريح بالطلاق، فاخترن الله ورسوله، فجازاهن الله على ذلك كما قال عبد الله بن عباس بقوله: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. قال ابن عباس: جازاهن على اختيارهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين المتعة؟ أين المتعة في رجل جائع؟ أين المتعة في رجل صائم؟ أين المتعة في رجل يقوم حتى تتفطر قدماه كل ليلة وهو مفروض عليه؟ أين المتعة في من خاطبه مولاه فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب؟ أين المتعة في رجل قضى شطرا من حياته في أسفار الجهاد والغزوات أيها الإخوة؟ وكم سنة عاشها وعنده هؤلاء التسع أيها الإخوة؟ ها؟ زهاء 10 سنوات فقط. واقرأوا سيرته في هذه 10 السنوات فيما قضاها صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. كلام عجيب غريب أيها الإخوة. وما الذي يمنعه؟ وما الذي منعه أن يتخذ الحريم إذن؟ والحريم له مقتضيات وله متطلبات وله مستوى معين من البذخ والرفع والتأثيث أيها الإخوة والتلذاذ، ليس عنده شيء من ذلك صلى الله عليه وسلم. نعود إلى موضوع قوته صلى الله عليه وسلم، انتبهوا. أولا، لنا تعليقات على أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي قوة 30 أو 40. لم يصح عنه هو صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك، انتبهوا، هذا لم ينبه إليه أحد من العلماء والأئمة، وأخطأ أخطاء فظيعة في هذه المسألة. أنس يقول: كنا نتحدث. أنا أفهم هذا ويفهمه كل دارس لعلوم الاجتماع والتاريخ والأنثروبولوجيا والشخصيات الكاريزمية القيادية أيها الإخوة ومسار حياتها وأفكارها، أن هذا طبيعي جدا أن يحدث مع كل شخصية قيادية يتم أمثلتها بل وأسطرتها. قوى الروحية تؤثر، وقد أسطر النبي لدى الشيعة لدى الصوفية بالذات، وجعل كما قلت مرة 19 إله. هذا كلام فارغ وغير صحيح، يخالف نهج القرآن الكريم. تؤثر قواه البدنية الحسية فيؤتى قوة 30. بعضهم لم يقتنع ب30 كسعيد بن المسيب، قال لك لا 40، كمجاهد بن جبر 40 أو 45. لم يقنعوا بهذا، قال لك لا، هذه 40 تفسر ب4000 كما استروح إليه، وكأنه لقي لقية عظيمة حافظ الإسلام العظيم ابن حجر العسقلاني، ومن خلفه الجلال السيوطي، ومن بعدهما الإمام الزرقاني والإمام المناوي وغيرهم وغيرهم، البدر العيني عصري ابن حجر، كلهم استروحوا يقولون أيها الإخوة: فيكون حساب قوة نبينا. انتبهوا، هذه أسطرت كاريزما القيادة أيها الإخوة، لابد أن يكون شيئا ليس له نظير في تواريخ الخيال وليس في تواريخ الحس والوقائع، حتى في الخيال. يقول حافظ بن عاشر في الفتح: فيكون حساب قوة نبينا 4000 رجل. كلام فارغ 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 حتى ينقطع النفس. تعرفون لماذا؟ تعرفون لماذا؟ لهذه الأسباب. أولا، كيف اعتمد على ذلك؟ اعتمد على بعض المقطوعات والمراسيل، فما يروى عن ابن جريج أيها الإخوة وعن سعيد بن المسيب وعن مجاهد بن جبر أنه أوتي قوة 40 أو 45، كل هذا مراسيل ومقطوعات. وعن ابن طاووس وعن أبي، كل هذه مراسيل. ابن جريج يقول: أخبرت عن أنس، منقطع. ابن طاووس عن أبي، مرسل. سعيد بن المسيب يتحدث، مرسل. كل هذه أخبار لا تصح، انتبهوا. طبعا القص المشلوح لا يعرف هذا، وكثير من المسلمين العامة لا يعرفون هذا ويصدقون المشلوح وغير المشلوح للأسف الشديد. كل هذه مقطوعات، وابن حجر يعرف هذا، ومراسيل لا قيمة لها. وفي مرسل مجاهد بن جبر يقول: أوتي قوة 40 أو 45، زاد مجاهد بن جبر من أهل الجنة. طبعا مميز 40 ما هو؟ أي 40 رجلا في البضاعة في الوقاع. المميز محذوف، مدلول عليه بدلالة السياق، مدلول عليه بدلالة السياق، لا يضر حذف هذا المميز. 40 رجلا إذن في قوة البضاعة من رجال أهل الجنة. اهتبلها ابن حجر ومن تبعه، قالوا جميل. والآن
في مستدرك الحاكم أبي عبد الله، وفي سنن النسائي من حديث زيد أيها الإخوة يرفعه: أوتي أو يؤتى كل رجل من أهل الجنة، من رجال أهل الجنة يعني، قوة 100 رجل من أهل الدنيا في الطعام والشراب والجماع والشهوة. جميل جدا. ومجاهد يقول النبي أوتي قوة 40، مش هنقول 45، إذن 40 وهناك 100، 4000. فرح بها ابن حجر. ما هذا الاستنباط التاعس؟ ما هذا الكلام الفارغ؟ كلام فارغ. هذه مقاطيع ومرسلات أيها الإخوة، وهذا الحديث فيه نظر حتى لو صح. لكن أين في خبر واحد أن النبي أخبر عن نفسه أنه أوتي قوة 30؟ غير صحيح بفضل الله تبارك وتعالى، انتبهوا. إلا في حديث الكفيت والمشلوح مغرم به جدا، يسميه الكفيت والكفيت والهريسة، ويسخر يقول لعلها الكفتة، وينصح للدكتور زغلول النجار نصيحة محب لحبيبه أن يعمل بحثا في الإعجاز العلمي في الموضوع الجنسي لرسول الله. إلى هذه الدرجة المسخرة والتساخف وقلة الحياة. جميل جدا أيها الإخوة. في حديث الكفيت، حديث الكفيت يقول فيه النبي فيما ينسب إليه وحاشاه: أتاني جبريل بقدر، وهي الكفيت أيها الإخوة، أتاني جبريل بقدر فيها لحم، أي من لحم أهل الجنة، من لحم عالم الغيب، فأكلت منها فأوتيت قوة 40 رجلا في البضاعة. هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية، أبو نعيم في الحلية بإسناد جيد عن صفوان ابن سليم التابعي، لكنه ماذا؟ مرسل، لأن صفوان تابعي. أين الصحابي؟ غير موجود. أبو نعيم يعرف هذا، نحن نعرف هذا، العلماء يعرفون هذا، فالحديث مرسل. يقول علامة الزرقاني في شرح على مواهب القسطلاني: ولكن وصله هذا الحديث، وصله الإمام الديلمي، وصله الإمام الديلمي وآخر، ولكن لا يصح لأن فيه سفيان ابن وكيع وهو ضعيف. ولذلك اختصر المصنف وهو القسطلاني على المرسل لصحة إسناده. الإسناد صحيح والحديث ليس صحيحا بالإجماع لأنه مرسل أيها الإخوة. الصحابي محذوف، مرسل تابعي. فيما عدا هذا لم يصح عن النبي ولم يرد عنه أيها الإخوة أنه قال فضلت بقوة 30 رجلا، أوتيت قوة 30، غير صحيح. من الذي قال هذا؟ أنس يقول كنا نتحدث. أفهم هذا تماما، أتقبله. هذا أسطرت الشخصية القيادية، يتحدثون فيما بين بعضهم البعض. النبي لم يقل هذا مرة ولو سمعهم بالحري كان يصححهم. ستقولون لكنه بلا شك أوتي قوة زائدة. نعم بلا شك طبعا، رجل يحوي في عصمته 9 من النسوة بلا شك لديه قوة زائدة، لكن ليست قوة 30، فضلا عن تكون قوة 40 أو 45، فضلا عن أن تكون 4000. هذا هو الهوس في التفكير. تعرفون لماذا؟ لأن الرجل المعتدل البنية والمعتدل المزاج، يعني المزاج الجنسي الحسي كما يقال، يحتاج أهله في الأسبوع من 3 إلى 4 مرار. هذا الرجل المعتدل عادي، مش الضعيف ومش الغير عادي، يحتاج من 3 إلى 4 مرار. وهذه المسألة نسبية بحسب أيضا التفاوت في الأسنان، لكن هذا مع اعتدال المزاج. صحيح المعتدل المزاج يحتاج إلى هذا تقريبا كل 2 مرة، هذا شيء طبيعي. جميل. فمعنى ذلك أيها الإخوة والأخوات أن الرسول وقد أوتي قوة لن نقول 40 الآن، 30، لأن هذه الرواية الصحيحة أساس، مش عن رسول الله، عن أنس، عن الحديث الذي كان يدور بينهم، أحاديث المجالس، عن أنس أيها الإخوة. قوة 30، إذن قوة 30، ويحتاج المعتدل المزاج إلى 3 أو 4 مرات، سنقول 3 مرار فقط، 30 × 3 = 90. إذن يحتاج النبي أن يواقع أهله أيها الإخوة جميعهم كل يوم 1 وأزيد، يواقع 5 على الأقل منهن مرة كل يوم، و4 منهن مرتين. هل النبي يحتاج إلى هذا؟ هل النبي فارغ لهذا؟ متفرغ لهذا؟ وهو الذي فرغه ربه لأعباء الرسالة والوعظ والإمامة والخطابة والتدريس والقضاء وفصل الخصومات وتسيير السرايا وخيادة الغزوات و إلى آخره، فرغه بأن جعل شيطانه يسلم
قال فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. لم يكن متفرغا لهذا أيها النبي، لم تكن متفرغا لهذا، وحاشاك أيها الإخوة، مستحيل.